متتبعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقة غادينا نرجعوا للإشكال اللي تتعرفوا مدينة الدار البيضاء على مستوى حراس السيارات. يعني كلما تم فتح هذا الملف هذا من أجل تنظيم هذا القطاع هذا، تيخرجوا حراس السيارات في وقفات احتجاجية، تيندوا تيقولوا بأن ما يخصش التنظيم يكون على الحساب ديالنا، وما خص يكون واحد الفرق ما بين حراس السيارات اللي هما نظاميين واللي معترف بهم وما بين أصحاب الجيل الأصفر. يعني من أجل مناقشة القضية نستضيف السي سعيد المهتدي، رئيس جمعيه سند للعدالة الاجتماعية. سي سعيد، مرحبا بك. شكرا لكم سيدي حماد على الاستضافه، شكرا لهذا المنبر الاعلامي الصادق في تنوير الراي العام وايصال المعلومه بصدق لجميع الشباب المشرفين والقيمين على هذا المنبر الاعلامي، شكرا لكم. مرحبا سي سعيد. كل مره تتفتح الملف تاع حراس السيارات مدينه الدار البيضاء وتتخرج قرارات من اجل تنظيم هذا القطاع هذا. البعض تاع حراس السيارات ما تيعجبهمش الحال وتيخرجوا تيقولوا لك راه حنا ولينا مهدين في مصدر الرزق ديالنا وحنا غادي نتشردوا. علاش هذا الرفض تاع عمليه تنظيم تاع القطاع هذا؟ لم يكن ابدا وقطعا لم يكن اي رفض من طرف التمثيليات النقابيه ولا الهيئات المهنيه والحقوقيه المنضوية تحت لواء هذه الأحداث الكبيرة والكبيرة جدا من حراس النظاميين، كنتكلم على الحراس النظاميين الخاضعين لإمرة البند العام اللي عندهم قرارات تنظيمية بناء على تراخيص مرخص لها من طرف الجماعات الترابية وفق القانون 113/14. قطعا لم تكن هناك أي اعتراض. هاد الناس هادو كاين الرخصة اللي عندها 50 و60 سنة من الاستقلال يمكن. إذا هاد الناس هادو شكل وشكل اخر الان اللي هما اصحاب الجيلي او اصحاب الستورات الصفراء او ما بات يعرف مول الجيلي، هما الحلقه المفرغه والحلقه الشاده داخل هذا القطاع. هذو لا علاقه لنا بهم، لا نتكلم عليهم، هذه افرازات ديال تبعات كورونا باعتبارها قوه قاهره كما كنأكدوا. الناس خرجوا من الخدام الله يكون في عون، هذا ماشي شغلنا حنا، ما كنتكلموش على هادو، لا صله الوصله بيننا وبينهم. كيفاش نفرقوا حنا ما بين مول الجيلي وما بين واحد حارس السيارات اللي هو نظام؟ باش تفرق الاستاذ الكريم، الان حنا بدينا في اطار الجمعيات المهنيه والحقوقيه ديالنا اننا كننشروا واحد البذل مثل الناس اللي حاملين التراخيص ولا اللي داخلين في صراع مازال من اجل الحصول على هذا الترخيص من طرف بعض الجماعات. الجماعه الوحيده اللي كتمثل الاستثنائيه هي جماعه المعارف، كنعطيهم واحد لي بلو، واحد الستورات كيلبسوهم دابا الان كيميزهم بانهم خاضعين في التأطير ديالهم للجمعيات المهنيه المنضويه في هذا العامله في هذا القطاع هذا، وغادي نميزوهم على الاخرين. فما يمكنش من الناحيه القانونيه لنا بتا وقطعا اننا نعطيو الجيلي ديالنا او هذيك اللبسه ديالنا لشي الجيلي الصفر اللي ما عندوش ترخيص. الجيلي اش غيولي الاخر؟ غادي يتفرزوا بطبيعه الحال، هما جيلي زرقين مكتوب عليهم الجمعيات وهما الان اللي غادي يتاسسوا ان شاء الله على شكل فيدراليه ان شاء الله باش يكون داك الشيء تعميم واحد. حنا بدينا كنقطه اولى هذه على مستوى مدينه الدار البيضاء كلها، على مستوى بدينا بالجمعيات وغيتعمم في اطار فيدراليه ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل. هضرت على مقاطعه المعارف، هي المقاطعه اللي في هذا الجدل منذ اسابيع كانت ضمت واحد الوقفه احتجاجيه. الرئيس يقول لك وان الغايه هو تنظيم القطاع والغايه هو القطع على الناس اللي تيستغلوا هذا القطاع هذا. في اطار معرض ردنا على المعني بالامر، هنا سنقول له في نفسه قولا بالغا، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اولا في تغييب تام لمبدا دستوري امر، كنمشيو للفقره الثانيه من الفصل الواحد من الدستور الذي ربط بصياغه القرار العمومي الديمقراطيه التشاركيه لا محيد عنه اثناء صياغه القرار العمومي. خونا في الله يفقه في كل شيء. الان ملي كتجي كتخرج بقرار تنظيمي وفق رؤيه احاديه وكتقول غندير وندير وندير وما كتصنتش لاهل الاختصاص والضالعين والعالمين بخبايا هذا القطاع الحارق اجتماعيا وسياسيا وقانونيا. اذا تحمل المسؤوليه ديالك، ومن هذا المنبر الاعلامي حنا كنوجهوا لك النداء بواحد الصيغه فاهمه بالطريقه السياسيه، انت كتمارس السياسه. حنا ما كنلعبوش المسافه الطول 100 متر ما عندناش معاها، ماشي ما اننا لا نجيدوها، حنا اصحاب ماراطون وعندنا مع المسافه الطويله، عندنا مع المسافه الطويله وفي الاخر غادي نشوفوا شكون اللي غادي يخرج في الحرش. احنا ولا لا. قلت هو ما فتحش الحوار، ما فتحش باب التشاور، ولكن هو تيقول بان انا مولد بهذا القطاع، انا ولد المعارف، انا تنعرف هذا القطاع، تنعرف اللي خدام واللي ما خدامش، تنعرف اللي تيسترزق بهذا القطاع هذا. اقسم بالله انه لا يعرف شيئا، اقسم بالله واجزم انه لا يقشع ولا يعرف شيئا، وبالدليل اعطيك قلب المفاهيم ونشر مغالطات كاذبه في التصريح ديالو، وقلب المعطيات والنسب، قال بان المستفيد الاكبر هو الريع، انا غنتكلموا على النسبه شحال، وقال بان المستفيدين والناس الدراوش وهذا هما الفئه القليله جدا. الان انا اعطيك واتحمل المسؤوليه ان العكس، ان 95% من البسطاء والفقراء ومن الناس اللي خدامين في هذا القطاع هذا هما اللي كاينين عندهم هذوك الرخص اللي وقف لهم هذا السيد اللي كيقول لك ما سحبتش، هو سحب لهم الكرامه ديالهم وصحب العرف وصحب القانون، ودخل في اطار مشادات وصدامات واصطدامات. كيقول لك انا ماشي صدامي، انا ماشي اصطدامي. انا كنقول بان السيد فوق من هو اصطدامي. اذا ربما الاول اللي كان قبل منه كان فيه شويه ديال الخير، كان كيتصنت على الاقل. ملي كانوا وقفوا ليه كان كيتصنت، رغم اننا ما كناش كنبغيو نبركوا معاه، ولكن كان كيتصنت. ولكن قطاع متكهرب، ما تشوف قلت لي قطاع متكهرب، ما تشوف هذا القطاع راه فيه الفوضى، يعني حتى واحد ما تيخفي الفوضى اللي عارفه قطاع حراسه السيارات على مستوى مدينه الدار. يعني اشنو هو الحل من اجل تنظيم هذا القطاع؟ الدار البيضاء تقدمنا لسلطه اعلى منه ولا يفقه شيئا في هذه الاشياء. عدم قانونيه الشركه والطعن في وصفيه القرارات ديال التفويض الى اخره هو لا يفقه، نحطوه اللي غيبقى مضارب معاه تما، هو من يدور في فلكي واحد العام وما غيعطيناش الحل. تقدمنا كما ترون الى السيد والي جهه الدار البيضاء السطات بواحد المشروع نظري طعنا فيه في وصفيه قرار تبني جماعه الدار البيضاء للتدبير المفوض لانه غير قانوني، وعطيناهم الحل الانجع اللي هو ان الشركات المنضويه تحت لوائنا في الجمعيه الوطنيه لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير، واللي عطينا نماذج منها هنا كما يرى المتتبعون، نماذج منها ارتأت انها تضخ 3 مليون ديال الدرهم، 30 مليون ديال الدرهم عفوا، 3 المليار كدفعه اوليه في اطار التدبير ديال هذه المرافق هذه في اطار الصفقات العموميه وفي اطار نظام التحصيص وفق الماده 09 من هذا النظام. يعني تمشي انت في التوجه تاع احداث شركات وهاد الحراس يخدموا في هاد الشركات هذه. لا 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 باش ما نخلطوش الامور، الاقتراحات اللي بروبوزينا حنا هنا على السلطات الحكوميه قلنا لهم اودي هاد شركه التنميه ما جينا من وراها الا الويل ثم الويل، والدليل على ذلك انها شركه تعمل في اطار غامض خرق للقانون والتطاول على حرمه الدستور. دابا هذا الواقع، دابا تشوفوا الاقتراحات ديالكم انتم. الاقتراحات اننا هاد الشركات، هاد النقاط اللي واخده هاد الشركه ديال التدبير المفوض، الا كانت كتعطي الجامعه 200 مليون حنا غنعطيوها دفعه اوليه 3 المليار، مع الابقاء على حصر هاد المجموعه ديال الناس اللي عندهم رخص الامتياز اللي هما هاد اللي كيتقدروا بالالاف. شحال تقريبا؟ يتم الاحصاء ديالهم، كاينه 1350 جوبونس رخصه على صعيد مستوى مقاطعه المعارف، كل رخصه كيخدموا فيها 6 العائلات على الاكثر و3 على الاقل. وانا جايك واللي قال العصيده بارده يحط يدو فيها وينزل معنا، هو نديروا استفتاء ونشوفوا اشنو كاين في الواقع، ما يبقاش يكذب وينشر المغالطات على الناس. اوكي الور كاينه الرخصه اللي كتجي كتلقى اليوم الام هي الوارث الاصلي، هي اللي في سميتها، وكتلقاها كتأدي الجبايات وباغا تأدي الجبايات المحليه الجماعيه، هذيك الاتاوه الشهريه التي تقدر بالمتر، اللي كتحسب بالمتر طولي ياك، والتي تدخل في الخزينه الجبائيه الجماعيه مبالغ مهمه وايرادات وعائدات جد مهمه. لهذا السيد هذا منع الجماعه منها، ولدينا فيها قول ان شاء الله عما قريب. الان كتلقى هذه السيده عندها 3 الوليدات، كنتكلم لك على 95% في القطاع. ما ينشرش لنا المغالطات والاكاذيب من اجل التمرير، ما كدوش عندنا الدكاك وما يبردعناش، حنا ماشي حمير ما كنستحمروش. كتلقى هاد السيده هادي عندها 3 الوليدات، هاد الوليدات تزوجوا كيخدم واحد اليوم، الغد كيجي خوه تا هو عنده وليدات، الغد كيجي خوه. قول لنا السيد الرئيسي هو فيهم هادو اللي غتخدم ولا غتخدمهم وكي غدير معاهم؟ واحد معاق اللي كتقول عارف شكون اللي كيخدم. انتوما في هاد الاقتراحات، كمل لك السين، كمل لك السين باش نوضح لك الصوره. الله يعطيك صحيحتك. كنلقى واحد معاق عنده رخصه ديال الامتياز واش هذاك المعاقلين بيطوح عليه رجل اللي عنده كروسه هو اللي غيخدم؟ سي نورمال ما غيخدمش، ولكن يستفيد من هذه الخدمه. كيجي واحد اخر حتى هو عنده وليدات كيخدم معاه. اذا مفهوم الدوله الاجتماعيه التي تتبناها الحكومه برعايه مولويه ساميه الان هذا جزء منه. كيفاش الان تجي انت وتكلمنا امام هذا النهضه المجتمعيه الكبيره اللي تهضر عليها هي اللي تتفتح مجال تاع الريح، تجي تعطينا رخصه لاستغلال قطاع حراسه السياره. انا اذكر من خلال هذه الرخصه تنبدا نخدم عباد الله، تنبدا نخدم الناس. هادشي اللي تيتقال، هادشي اللي كتقال. شوف ملي تلقى شي واحد، انا كنقول لك شوف راه ماشي ما كاينش الريح، ولكن ملي تكون ممكن عند الريح تكون عندك واحد الجرأه سياسيه قويه جدا، وتصنت للتصريح الاخير ديال السيد رئيس قسم الممتلكات والمنازعات القانونيه بجماعه الدار البيضاء السي حسين نصر الله نائبهم هذاك. بطبيعه الحال مفوض له القطاع، تكلم بجرأه لم نعهدها من قبل. خرج بتصاريح كيتكلم على الموظفين الاشباع، على الريح الحقيقي، على الموظفين الاشباع، العالق بذمه المساهمين والمانحين بجماعه الدار البيضاء، وعلى الرسوم وعلى الاتوات اللي كتستخلص بالملايير. ما تجيش هي التفرتيت، وانت لا جيتي التفرتيت وليتي الان مجبر طبقا للقانون انك توضح لنا هذه الفئه وتتابعهم قضائيا، والا غتدخل في جنحة عدم التبليغ بصفتك مسؤول جماعي خاضع لإمرة القانون. لأن الآن أنك كتقول كاين واحد العدد ديال الناس كيستافدوا من اختلاس المال العام بعض الطرق الملتوية عن إطار التدليس والتحايل في إصدار ومقررات وقرارات إدارية اللي هي هذيك الرخص، والآن تتبجح بها أنت باش تدوز واحد التمرير ديال واحد البرنامج ومشروع ديالك انت وديال صحابك. ولكن انتم هناك من يقول بان الخرجات ديالكم وهذا كما كنت في السؤال الاول هي تحول دون تنظيم حقيقي لهذا القطاع. غنبقاو ديما ندوروا في هذه الحلقه. ها تنظيم الاستاذ الكريم واحد، ها تنظيم الاستاذ. لو فتحوا معكم حوار في هذه المقترحات ديالكم الان في قيد الدراسه على حسب الاطلاع ديالنا حنا وبالطرق ديالنا اننا كنستفسروا في بين فينا والاخرى. الان قيد الدراسه هذا الشيء، هذا حنا ما غاديش نتخاطبوا مع واحد لا يفقه شيئا، حنا كنتخاطبوا في سلطه اعلى تدبر. لكن واش المشكل مطروح في المعارف، مطروح على الصعيد؟ ما مطروح على الصعيد، راه حنا غير المعارف اللي فجرها هو قضيه الرخص، اما المطروح على المستمد ديال الدار لا سيدي لا، غير كيجيب لك الله اللي فجر المنظومه ككل. هي من بعد 2020 ومن بعد جائحه كورونا انتشرت الظاهره الشاده ديال الجاليات الصفراء. علاش ما خدتوش انتم خطوه كمهنيين يعني باش تحاربوا الظاهره هذه؟ بقيتوا تتفرجوا اش غادي نحاربوا حنا الا ما قدتش عليهم السلطات المحليه، ما قداتش عليهم لان العدد كبير وكبير جدا، والسلطات مشكوره من هذا الباب لان كتفهم الوضع الاجتماعي المكهرب على صفيحين ساخن. بالعربيه كيغم الله يكون في العون. اذا حنا لا علاقه لنا بهاد الناس. انا كنتكلم لك على الرخص النظاميه، رخص الامتياز النظاميه، وكنتكلم لك باننا توجهنا لمجلس المنافسه وتوجهنا بنسخ قصد الاخبار الى هي مشات للسيد الولي بطبيعه الحال، ولكن نسخه قصد الاخبار باش نبينوا لهم حجم الفوارق الماديه والماليه اللي باغا ندخلوا في الخزينه الجبائيه الجماعيه لمدينه الدار البيضاء اللي تقدر بالملايير عكس 200 مليون اللي من 2016 الى يومنا هذا حسب ما وصلنا. هذا طلبتو تفضل نكمل لك الله يخليك. نسخه قصد الاخبار السيد وزير الداخليه، نسخه قصد الاخبار هانتوما كتشوفوا هنا السيد رئيس الحكومه، نسخه قصد الاخبار الى المجلس على الحسابات، نسخه قصد الاخبار الى مجلس المنافسه بالطبع الى السيد الوالي، ونسخه مشات للعمده باعتبارها رئيسه المجلس الجماعي لمدينه الدار البيضاء. طلبتوا شي لقاء مع العمده؟ عطينا الحل. طلبتوا شي لقاء مع العمده؟ الله يجازيها بخير، انسانه طيبه، انسانه بكل ما تحمل كلمه من معنى. لا هي ولا الناس اللي معاها في المجلس جزاهم الله خيرا. السيده اصدرت تفويض 17 مقاطعه ديال الدار البيضاء من اجل تجديد الرخص واستخلاص. علاش ما طلبتوش لقاء؟ كمل لك الله يخليك. علاش ما طلبتوش بامكانك جدات الرخص؟ شكون اللي قال لك؟ لا في المعارف. بالله عليك خليني نكمل لك باش تفهم. السيده العمده باعتبارها رئيسه المجلس الجماعي كتصدر تفويض، هي من حقها دير جميع هادشي ديرو ورجع لها تفويض شغلو هذا كيتحمل مسؤوليته. الان لا بامكان دابا العمده هي اللي تحسن معكم هذا الملف هذا. السيد رئيس مقاطعه اونفا صدر تراخيص الله يجازيه بخير، انه من حق الرئيس يرجع. ماشي من حقه علاش انت الوحيد في جماعه تراب جماعه الدار البيضاء اللي عندك هذه العداوه وهذا الحق الدافين على من؟ على اضعف خلق الله. وكتخلط كتنشر مغالطات وكتقول موالين الجاليات الصفرين حسب التصريح ديالو كيقول بان موالين دوك الصفحه ديال مول الجيلي الصفر ضد مول الجيلي وخشاهم مع الحراس النظاميين. شوف كيفاش شوف الخبث والدناءه السياسيه كيفاش كيربط هادو مع هادو باش يضرب ليماج البيضاء ديال الناس اللي خدامين في لي نورم يضربوا مع الاخرين. رد البال، حيت المواطن سي نورمال ما كيفهمش هذا الشيء. اذا هو كينشر مغالطات واكاذيب من اجل تزييف الحقائق، وبالتالي تمرير واحد المخطط ومشروع ديالو هو وكيامن به هو ومن يدور في فلكه. كنقولوا ليه من هذا المنبر الاعلامي المتميز، الان الرخص حنا ما بقيناش كنطلبوا بها باش تعطيها، لا، لانك انت كتقول ماشي صدامي، ماشي عنيف، ماشي عنيد، افعالك تثبت العكس. كتقول هزيتي التفويض ورديتي للعمده، اعطينا غير تبرير نفسي بعدا ديال هذه الحاله الواقعيه. ثانيا واخيرا، ضيعتي الخزينه الجبائيه الجماعيه لجماعه الدار البيضاء ملايين الدراهم منذ ان تحطيتي على راس مخاطره المعارف. اجبنا عليها ان شاء الله، سنوافق بالرد في اقرب الاجال ان شاء الله. سي سعيد، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاس باريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسا سيتي.